مروح بحرية ليه وبخوه ايه وضربوا عظامها ايه ياخدر ايام ويه اخويتي ايه بهذه الهنة عمد التعتود السايل اللي بعملين عليه خلو في بديت اخوي كنت حكينا شو عندك بيش صار بحكيك بيش يعني الاخبار التليفون جاي بتاع العشرة والفار مروح بالحرية وبخوه وضرب زول السبيطار تاع ولدي غير لحظة بيجوا للزوم يجوا للزوم ابو شي بخرع ما يجوش للزوم هذا هرب حبيبي راه ضربني في ولدي يا خويتي زاد قال لك الهادي ولدي كالهادي ولدي يسهلوا عليه يجي المكامل ولدي صغير مازال فارح بروح شوي يخدم شوي يعمل شوي يخدم شوي شوي يخدم يخدم كامل يخدم كامل 23 سنة في مارس وانا قبل 23 سنة يقفل على 23 سنة ولدي راهو راجل حسب اللي صار البارح معناتها ولدك خرج يتفرج خرج مشان الحبيب اللي خارج من الحبيب يجي ويقول يتفرج لحد شيء وغدروا غير مش الدين ضربوا على قلبه ديريكت في الاخر كسروا بيسيرش تصرهولي بيسيرش في رجله في ديه شدوا صوته بيسيرش ربطه بيسيرش لابد يجي نهار ويروح مو دير بنو يجو او مزال كي يجو تخيل مزال ودي تغدرت فيه وغدرني فيه هو نحب نرجع الدم بالدم نحب ناخذ اثار ولدي نحب ناخذ اثار ولدي نحب حد شيء ياخذ نحب دم بالدم هو حاجة القانون باش ياخذ مجراه يعني لازم كل واحد معاك ياخذ شيء وين القانون تاعي؟ تاع تونس القانون تاع تونس هذاك وين الشهداء اللي ماتوا قبلي؟ اش عملوا لهم؟ حاكموهم؟ اش دادوا لهم؟ شنو اللي دادوه لهم؟ ها؟ هذا حكم تاع تونس هذا قال قعد لي الزين عاد خير الزين ما عملش فيني كيما هكا قعد لي الزين ولا تجينا النهضه هذه نهضه هذه هذه دوله تاع سليم هذه ماشي دوله تاع سليم هذه تكذب يكذب كل الحكومة كل تكذب تلوش كان على الكراسي تلوش على الكراسي الحكومة تلوش حتى على شيء وعلى الفلوس ما ولدي تغدرت فيه الماء تغدر فيه حتى حد آخر ولدي تغدرت فيه راجل ولدي راجل ما شفتوه صار خلطوا عليه صوت